الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكنا في هذه المحاضرة المعنونة خصائص مرحلة الشباب العقلية والاجتماعية. في المحاضرة السابقة أخذنا خصائص مرحلة الشباب الجسمية والانفعالية، اليوم سنتناول الخصائص العقلية للشباب. وسنتناول الموضوع الأول، سنتحدث عن الذكاء العام، ثم الموضوع الثاني سنتحدث عن القدرات العقلية الطائفية. بالنسبة للذكاء، يعني قبل ما نبدأ ونعرف الذكاء، يعني ما هو الذكاء؟ كل طالب بدأ تعرف لي الذكاء ما هو، وهل هو وراثي أم بيئي؟ من خلال تعريف الذكاء، هل هو وراثي أم بيئي أم الاثنين معا؟ طيب، بدنا الإجابة على هذا السؤال. إيش تعريف الذكاء من وجهة نظرك؟ لا، طب وتعريفه في الأول؟ تعريف الذكاء حسب، هو في عدة تعريفات حسب وجهة كل عائلة. أيوة. هذه تعريفات القدرة الكلية لدى الفرد على التصرف الهادف والتفكير المنطقي والتعامل الاجتماعي. بالضبط، قدرة. إذن هنا هو زي ما عرف ويكسلر، عرف لنا الذكاء بأن القدرة الكلية لدى الفرد على التصرف الهادف والتفكير المنطقي والتعامل المجدي مع البيئة التي يوجد فيها الفرد. هذا تعريف ويكسلر. في تعريف آخر لعلم الاجتماع، الاجتماعيين عرفوا الذكاء تعريف آخر، ما هو في الآخر؟ بالطبع. إذن هو القدرة على مواجهة المواقف الاجتماعية المختلفة، القدرة على التكيف الاجتماعي، القدرة على حل المشكلات التي يواجهها الفرد. هذا هو القدرة على بناء العلاقات الاجتماعية مع الآخرين. هذا كله ذكاء، بنسميه إيه؟ الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي، القدرة على حسن التصرف في المواقف الاجتماعية المختلفة ومواجهة هذه المواقف. هذا هو اللي هو تعريف الذكاء. طيب، بالنسبة للذكاء، يعني بدنا نعرف هل هو بيئي ولا وراثي؟ الجزء الثاني من السؤال، هل هو وراثي أم بيئي أم الاثنين معا؟ بدنا نعمل مناقشة حول هذا الموضوع علشان نصل إلى النتائج. أيوة يا بنتي، أنت قولي. يؤثر على البيئة، تؤثر على الذكاء، يعني المجتمع يؤثر أو البيئة تؤثر. إذن من هنا بنقول إنه العلماء، في علماء، عدد من العلماء درسوا لنا الذكاء، ومن هؤلاء العلماء جولتون وأيضا تيرمان وثورندايك، هذولا درسوا اللي هو الذكاء. فعندنا جولتون قام بدراسة على أقارب طائفة من العظماء في بريطانيا سنة 1869، وتيرمان قام بدراسة لأقارب ما يزيد عن 1000 من الأطفال الموهوبين، ودراسة ثورندايك حوالي 50 توأم وإخوانهم لمعرفة أثر الوراثة في ذكائهم. ماذا كانت خلاصة هذه الدراسات؟ ما هي الخلاصة؟ هنا الخلاصة بأن الذكاء وراثي، يورث. إذن هنا عوامل وراثية، الوراثة، الجينات هي سبب الذكاء. فهذا هو النتيجة اللي وصلوا إليها. لكن البيئة لها أثر أيضا على الذكاء في تغييره، لكن أثرها قليل.
أثرها قليل لكن لها تأثير. يعني لو كان هناك أطفال أذكياء والبيئة لم تساعدهم على تنمية ذكائهم، هنا قد تقلل من هذا الذكاء أو تحبط من هذا الذكاء. لكن إذا البيئة ساعدت الأطفال وهم صغار، لأن تبقى مرحلة سريعة للنمو الأطفال ولنمو الذكاء، ومرحلة الشباب الأولى والفتوة كذلك، لو هناك بيئة صالحة لمساعدة الأطفال والشباب على تنمية قدراتهم وعلى تنمية ذكائهم، هنا الذكاء ينمو لدى الأطفال ولدى الشباب. طبعا الذكاء له سن معين وحد معين ويقف، بعد ذلك تبدأ مرحلة الخبرة، وعادة ما يقف يعني في 20 سنة 21 سنة، وبعد ذلك تأتي مرحلة اللي هي الخبرة، نمو الخبرات، خلاص الذكاء بيقف ثم تبدأ مرحلة الخبرات ونمو الخبرة والمعرفة والفهم، هنا بتنمو هذه الأشياء لدى الآخرين. لكن الذكاء له سن معين يقف عنده ويقف. إذن هناك عوامل وراثية هي الأساس في الذكاء، ولذلك من هنا يعني بننصح على أساس الذكاء يورث، يعني له عوامل وراثية وجينات. فلذلك من هنا عملوا دراسة على التوائم، لقوا أن التوائم تتشابه في الذكاء، لكن عملوا دراسة على الإخوة توائم مثلا وأخوتهم في نفس البيت، وجدوا في اختلاف، في اختلاف في الذكاء. فلذلك من هنا يعني عوامل التوائم بتكون متقاربة في الذكاء، بالرغم أنه في اختلاف بينهم بين إخوتهم اللي بيعيشوا معهم في نفس البيئة وفي نفس البيت. إذن هنا في عوامل وراثية هي التي يعني توجد الذكاء لدى الأطفال ومن ثم لدى الشباب. العوامل البيئية هي عوامل مساعدة على نمو الذكاء، وعوامل مساعدة إذا وجدت كانت البيئة صالحة لنمو الذكاء. ولذلك من هنا لابد أن نهتم بأطفالنا منذ الصغر، تهيئة المناخ والجو الملائم لهم، تنمية الألعاب التي تنمي القدرات العقلية لديهم والذكاء لديهم منذ الصغر، ألا نحبطهم وألا نكبتهم وألا نحطم أفكارهم وقدراتهم. ولذلك من هنا الطفولة مهمة جدا، لأنه هي الأساس لمرحلة الشباب. لابد من بناء الأطفال بناء سليم، وتهيئة الأجواء الصالحة لهم والمناخ الصالح لهم. وعلى العالم كله أن يعي أن الطفولة يعني لها حق، وخاصة في فلسطين. لذلك لابد من تهيئة الأجواء والمناخ الملائم والمناسب لأطفالنا حتى ينمو نموا سليما ويصبحوا شبابا قادرين على يعني بناء أنفسهم وبناء مجتمعهم، والتكيف أيضا مع أنفسهم ومع مجتمعهم ومع مجتمعات العالم. هذه هي بالنسبة لموضوع الذكاء. إذن وصلنا إلى أن الذكاء وراثي، والبيئة تساعد على نمو هذا الذكاء، البيئة الصالحة. في عندنا أيضا وهذا تكلمنا عنده، يعني لما قلنا نمو الذكاء يقف، إذن ما البديل عن نمو الذكاء؟ هو نمو الخبرة ونمو الفهم ونمو المعلومات والتعلم. في عندنا الآن حاجة اسمها القدرات العقلية الطائفية. ما المقصود بالقدرات العقلية الطائفية؟ نعم يا بنتي. هي القدرات الخاصة مثل القدرة على سرعة الإدراك والقدرة على الانتباه والقدرة على التفكير الصحيح. نعم، وغيرها من القدرات العقلية. إذن هذه هي القدرات العقلية الطائفية اللي هي القدرات الخاصة، وهذه تختلف من فرد إلى فرد ومن شاب إلى شاب. فلذلك من هنا بتكون قدرة على الإدراك، الإدراك يختلف سرعة الإدراك لأن في فروق فردية، وأيضا القدرة على الانتباه والقدرة على التفكير الصحيح تختلف من إنسان إلى إنسان ومن شاب إلى شاب. فهذه كلها قدرات طائفية عقلية، قدرات خاصة. وإحنا الله سبحانه وتعالى يعني ميز الأفراد بعضهم عن بعض، كل فرد بيختلف عن الثاني، بيختلف في الشكل صورته، في بصمته، في تفكيره،
في فهمه، ايضا في قدراته العقليه ككل بيختلف عن الاخر. ولذلك من هنا في فروق اسمها ايه؟ الفروق الفرديه. الفروق الفرديه بين فرد وفرد اخر، لكن هي معناها القدرات الخاصه والقدرات العقليه الطائفيه هي عباره عن قدرات خاصه في القدره على الادراك والانتباه والتفكير الصحيح. وهكذا. اذا في عندنا نمو هذه القدرات. طبعا نمو هذه القدرات يسير، هي القدرات العقلية الطائفية، في عكس خط سير الذكاء. عكس خط الذكاء، لو قلنا الذكاء الأعلى إذن هكذا القدرات العقلية أسفل والذكاء بصير إلى يعني في اتجاه معاكس. لكن إلى أين ومن متى نمو القدرات العقلية الطائفية يسير في عكس خط سير الذكاء، حيث نلاحظ أن نمو هذه القدرات يتزايد في فترة المراهقة، يتزايد نمو هذه القدرات العقلية، كما تتمايز أيضا فيما بينها تدريجيا. فبعد أن تكون متصلة متداخلة بين بعضها البعض نجدها تأخذ في التمايز في أواخر مرحلة الشباب، تصل إلى التمايز والاختلاف في نهاية مرحلة الشباب، حتى يكتمل تمايزها في نهاية مرحلة الشباب وتستمر متمايزة حتى تعود للارتباط مرة أخرى في مرحلة الشيخوخة. هذا بالنسبة للقدرات العقلية والذكاء. في عندنا الخصائص الاجتماعية. الخصائص الاجتماعية، وهذه منبثقة من ثقافة الفرد ومن بيئته وعاداته وتقاليده وأعراف البيئة الموجودة. فلذلك من هنا خصائص اجتماعية نسميها، اللي هي حياة الفرد في المجتمع التي يكتسبها من مجتمعه، من بيئته، من أسرته التي يتواجد فيها. فلذلك من هنا يعني الحاجات الاجتماعية يعني هنا بتعتبر أكثر الحاجات تأثرا بالخصائص العقلية والخصائص النفسية والخصائص الجسمية وعوامل البيئة، العادات والتقاليد والأعراف الخاصة في المجتمع، هذه كلها بيكتسبها الفرد. وهكذا التنشئة الاجتماعية للفرد، لأنه دائما الفرد بيكون صورة عن أسرته، عن بيئته التي يتواجد فيها. المقصود بالخصائص الاجتماعية في مرحلة الشباب، ما هو المقصود بالخصائص الاجتماعية في مرحلة الشباب؟ التغير الذي يطرأ على الفرد على عادات الفرد وقيمه واتجاهاته وعلى علاقته وتصرفاته مع الآخرين في هذه المرحلة. طبعاً، اللي هي التغيرات اللي بتطرأ على الفرد في عاداته وتقاليده وتصرفاته وسلوكه وأنماط حياته، هذه هي الخصائص الاجتماعية. تعريفها تغير بيطرأ على العادات وعلى القيم وعلى الاتجاهات الاجتماعية وعلى العلاقات وعلى التصرفات وعلى السلوك الخاص بالفرد، سلوكه مع نفسه ومع الآخرين، سلوك الفرد، علاقاته مع الآخرين. هكذا هذه كلها جوانب اجتماعية، خصائص اجتماعية. ولذلك أحيانا ممكن الفرد يكون منعزل اجتماعيا، بعيد عن المجتمع، لا يختلط مع الآخرين، ينعزل لنفسه لوحده، وأحيانا يختلط مع الآخرين ويشارك الآخرين مشاركة في أنشطتهم وفي أعمالهم وفي يعني يشاركهم أيضا في حياتهم الاجتماعية في الأفراح والأتراح. هذه كلها نواحي اجتماعية، مشاركة. هذه هي كل ما يتعلق يعني بعملية أو تعريف الخصائص الاجتماعية. في عندنا خصائص اجتماعية معينة لابد يعني أن تتوفر لدى الشباب، فبدنا نعرف ما هي هذه الخصائص، نذكر عدد من هذه الخصائص. أيوة بنتي. إحساس الشاب بذاتياته ورغبته الشديدة في تأكيده. طبعا الخصائص الاجتماعية أنه الشاب يسعى إلى إحساس بذاته ورغبته في تأكيد الذات، رغبة الشاب في أن يؤكد ذاته دائما. فلذلك بيحتاج إلى العلاقات، بيحتاج إلى المشاركة مع الآخرين لكي يثبت ذاته مع الآخرين. نعم، أيوة يا بنتي. ما هي
الشاب الانضمام الى جماعه او شو لما رفاق الصف؟ الانضمام الى الجماعه، الانضمام الى رفاق في المدرسه، في الشارع، في الحي، في الرحله التي يكون فيها. اذا هنا دائما من الخصائص الاجتماعيه للشباب هو الانضمام الى جماعه، الانضمام الى جماعه، جماعه اللعب، جماعه الاصدقاء، جماعه الرحله، جماعه الحي، الحي الذي يوجد فيه، جماعه المدرسه، جماعه من جماعات المدرسه ايضا يحب ان يشارك فيها، وهكذا. اذا هنا يميل الى الانضمام للجماعات المختلفه. فلذلك هذه خاصيه من خصائص الشباب، الخصائص الاجتماعيه، اللي هو الميل الفرد الى الانضمام للاخرين، وخاصه الى الجماعات في المجتمع. فلذلك لابد ان نعرف هذه الناحيه، وخاصه الشباب اللي في مرحله التعليم العام لابد ان نساعدهم على النمو السليم عن طريق اشتراكهم في جماعات النشاط المدرسي. جماعات النشاط المدرسي، وجماعات النشاط المدرسي كثيره جدا، لابد ان نهيئ الطلبه او الشباب لها للاشتراك في هذه الجماعات، كل حسب رغبته وهوايته التي يمارسها ورغبته التي يرغب فيها، من اجل تنميه قدراتهم المختلفه. اذا هذه تعتبر من الحاجات الاساسيه، الحاجات الاجتماعيه للشباب، اللي هي الانتماء للجماعه. وطبعا لانه عارفين انه الانسان كائن اجتماعي، وانه الفرد يولد في جماعه اللي هي الاسره، اول ما يتقابل او يولد الانسان يولد في الاسره، لا يولد لوحده، يولد هكذا يجد جماعه، اول ما يجد الام والاب، ثم بعد ذلك تتكاثر الاسره فيكون هناك اخوه واخوات. اذا هنا تتكون الجماعه الاولى في المجتمع، فيجد هذا الشاب نفسه او الطفل هذا وهو صغير يجد نفسه موجود داخل الاسره. فلذلك من هنا ينمو نموا اجتماعيا اسريا من خلال الجماعه. فلذلك على الاسره ان تعرف هذه الرغبه، وهي انتماء الطفل الى الجماعه منذ الصغر. فهنا تعليم العادات والتقاليد والتنشئه الاجتماعيه السليمه والسلوك الحسن سواء، وهكذا كله ينمو الطفل نموا سليما اول ما ينمو من خلال اسرته، من خلال جماعته الاولى، ثم بعد ذلك يكبر وهكذا ينفصل عن الاسره الى المدرسه. بالاضافه للاسره هناك ايضا اللي هي التعليم والتنشئه ايضا في المدرسه، وبعد ذلك الجامعه، وبعد ذلك مؤسسات العمل ومؤسسات المجتمع، وهكذا. هكذا المراحل التي يمر بها اللي هو الانسان منذ الطفوله الى مرحله الشباب وحتى ما بعد مرحله الشباب. اذا هذه خاصيه اجتماعيه، ميل الشباب الى الجماعه لانهم ولدوا في جماعه، الطفل يولد في جماعه ويستمر الى رغبته في الجماعه حتى الكبر. نعم يا بنتي، ايوه. اتساع دائرة علاقات الشاب الاجتماعية ودائرة صداقته ومتانتها وثباتها نسبيا. طبعا اتساع دائرة العلاقات، لأنه أول ما تكون علاقاته بالأسرة، ثم بعد ذلك تتشعب من خلال روضة رياض الأطفال، ثم المدارس، ثم الحي الذي يسكن فيه، وهكذا اتساع العلاقات الاجتماعية، ثم الجامعة التي يذهب إليها بعد التعليم العام. إذا هنا يعني في اتساع دائرة العلاقات، وهذه من الخصائص الاجتماعية للشباب، تنمية العلاقات الاجتماعية واتساعها. واليوم عندنا وسائل كثيرة لتنمية العلاقات الاجتماعية، اللي هي أصبحت كانت أماكن، اليوم أصبحت يعني أماكن حتى متسعة، ومن ضمنها العلاقات الاجتماعية عن طريق التكنولوجيا الحديثة، اللي هي عن طريق التواصل الاجتماعي بنسميها. ولكن هنا لابد أن نحسن في كيفية التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي مع الآخرين داخل مجتمعنا وخارج مجتمعنا. فلذلك من هنا التواصل الاجتماعي هذا له إيجابيات وله سلبيات، هذا ليس موضوعنا، ولكن أيضا من ضمن اتساع العلاقات الاجتماعية للشباب، ويستطيع الشباب أن يوسع علاقاته الاجتماعية داخل مجتمعه وخارج مجتمعه، لنشر أفكاره وعقيدته، ولنشر قضيته، ولنشر مواضيعه، المواضيع التي يميل إليها واهتماماته وأفكاره، ويتناقش مع الآخرين ليعرف الآخرين وأفكارهم. إذا هذه كلها اتساع دائرة العلاقات الاجتماعية، واليوم بدأت تتسع هذه الدائرة عن طريق وسائل التكنولوجيا العالمية الموجودة، مثل الانترنت، مثل
وسائل الاتصال الحديثة في البرامج المختلفة، وهكذا اللي هي ممكن تكون الفيسبوك وغيرها من وسائل الاتصال. ماذا أيضا من الخصائص الاجتماعية للشباب؟ ما تكلمتش هنا. ايوه يا بنت اتكلم. الاهتمام بالمهارات الاجتماعيه والقدره على التعامل مع الاخرين. القدره على التعامل مع الاخرين، مهارات اجتماعيه، لان هذه ايضا من خصائص الاجتماعيه، المهاره الاجتماعيه في تقويه او في معرفه العلاقه مع الاخرين وكيفيه تكوين العلاقه مع الاخرين، وهذه خاصيه من الخصائص الاجتماعيه. ماذا ايضا اللي هي المهارات الاجتماعيه من خصائص الشباب، وخاصة الشباب في مرحلة يعني سن 15 إلى 18 عاما، هذه مرحلة حرجة، هذه مرحلة حرجة جدا، احنا بنسميها يعني مرحلة المراهقة ومرحلة الفتوة الأولى من الشباب، المرحلة الأولى من الشباب، وهذه لابد أن نهتم بها، وخاصة في مرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، ولذلك نجد أكثر الهروب من المدرسة أو التسرب من المدرسة قد يكون في مرحلة الإعدادية لعدم حسن المهارة أو عدم استيعاب الأبناء من قبل المدرسين الطلبة في مرحلة الشباب الأولى، وكيفية التصرف معهم من إدارة المدرسة والمدرسين، وكيفية التعامل معهم داخل المدرسة عن طريق تنظيم البرامج التي تناسبهم وتنمي قدراتهم وتعرف احتياجاتهم وتعرف مهاراتهم الاجتماعية، وكيف بدهم يمكن ينموا هذه المهارات، وعن طريق الزيارات والرحلات والصداقات وممارسة الأنشطة المختلفة الثقافية والرياضية والفنية داخل المدرسة وفي المجتمع إلى غير ذلك. فلذلك هذه لابد أن ننتبه إليها، اللي هي المهارات الاجتماعية، لأنهم في هذا السن دائما يميلون إلى تنمية قدراتهم ومهاراتهم الاجتماعية، ودائما الشاب في هذه المرحلة لابد أن يهتم بنفسه، يهتم بمظهره، يهتم بشكله من ناحية الملبس ومن ناحية يعني شكله العام، ولذلك أحيانا يقلد الآخرين، نجد الشاب يقلد الآخرين في تقليعاته وفي حلقات شعره وغير ذلك، هذه أمور يعني سهلة الاستهواء، فلذلك على الموجهين والمربين والمختصين والمتعاملين مع الشباب لابد أن يراعوا هذه الجوانب، أن ينمي الصفات الحسنة لدى شبابنا، وألا يقلد الآخرين الشباب في لبسهم وفي حلقات حلق الشعر وغيره من حيث شعره، يعني أمور غير مناسبة يعني، وفي لبسه أيضا، اللبس أن يكون يتناسب مع المجتمع الذي يعيش فيه، بحيث ألا يلبس ملابسا إلا تتناسب مع المجتمع الذي يعيش فيه، بحيث يحافظ على مظهره. صح هو يحب المظهر من خصائص الشباب في هذه المرحلة، ولكن لابد أن نساعدهم على الاختيار السليم في الشكل السليم وهكذا، وهذه يعني لابد، وهنا لابد من تنمية العلاقات كذلك ما بين الطلبة ومدرسيهم، وخاصة في المرحلة الإعدادية والثانوية وكل المراحل نحن نهتم بها، ولكن في هذه المرحلة مرحلة حرجة للشباب من 15 إلى 18 عاما، تنمية العلاقات الحسنة ما بين الطالب والأستاذ وإدارة المدرسة وتهيئة الجو الملائم له في المدرسة، حتى لا يتعقد هذا الطالب من أستاذه أو من إدارة مدرسته وتجعله يكره المدرسة ويكره المواد التعليمية وتجعله يهرب من المدرسة ويفشل من المدرسة، وبعد ذلك نبحث عنه في الشوارع العامة ونبحث عنه في الأماكن الأخرى التي هرب منها من المدرسة ولجأ إلى أماكن أخرى، وقد تسبب له إشكالاً وللمجتمع أيضا تسبب إشكال. فلذلك من هنا لابد أن ننتبه إلى هذه الخاصية، وهي تنمية المهارات الاجتماعية لدى طلابنا ومساعدتهم على التكيف السليم مع مجتمعهم. نعم، في عندنا أيضا من بعض الخصائص الاجتماعية ماذا يا بنتي؟ الاهتمام بالجنس الآخر والاهتمام بالملبس والمظهر. الملبس والمظهر، طبعا الاهتمام بالجنس الآخر، الشباب في هذه المرحلة كل يميل إلى الجنس الآخر، ولكن علينا أن نراعي هذه المرحلة ونبين خصائص هذه المرحلة لشبابنا وشاباتنا ونوضح لهم، لأن هذا شيء طبيعي، الميل للجنس الآخر، كل يميل إلى الجنس الآخر، ولكن دور المربين هو والآباء وغيرهم لابد من توجيه الشباب التوجيه السليم في هذه المرحلة. كذلك المظهر
والملبس وغير ذلك، هذه تكلمنا عنها اللي هي الاهتمام بالمظهر والملبس. ماذا ايضا؟ ما تكلمتش. ايوه يا بنتي. ايوه، الاهتمام بالجماعات او بالنشاطات الجماعيه، وهذه مرحله الشباب الاولى خاصه في مراحل النشاط اللي هي الجماعات المدرسيه، لابد نهتم بها. الجماعات المدرسيه الصفيه وغير الصفيه، النشاط المنهجي وغير المنهجي، لابد من الاهتمام به وتوزيع الطلبه على جماعات النشاط المختلفه الثقافيه والاجتماعيه والرياضيه والفنية داخل المدرسة، وهكذا لمعرفة كل طالب ما هي احتياجاته ورغباته وتوجيهه إلى الجماعة التي يرغب فيها للانضمام فيها. وهذا دور الأخصائي الاجتماعي في المدرسة، تنظيم المدرسة وتنظيم الجماعات المدرسية وتوجيه الطلبة للانضمام إلى هذه الجماعات، لأن هذه من ضمن الخصائص الاجتماعية اللي هي الاشتراك في النشاطات الجماعية المختلفة. وأيضا من خلال انضمام الطلبة للجماعات النشاط نستطيع أن نقضي على العزلة الاجتماعية، العزلة الاجتماعية، نقوي الروح الاجتماعية. وأيضا من مظاهر الروح الاجتماعية ما هي؟ الاشتراك في أعمال البر وفي المؤسسات الاجتماعية التي ترعى الفقراء والمحتاجين والمرضى، وخاصة في مرحلة الشباب يميل الشباب إلى الاشتراك في جماعات الخدمة العامة، جماعات الخدمة العامة التي في التطوع، كذلك التطوع يميل دائما الشباب إلى التطوع والعمل في جماعات الخدمة العامة وزيارة المرضى وعمل الحدائق، وأيضا عملية تنمية المجتمع، الاشتراك في جماعات تنمية المجتمع، الاشتراك في مساعدة الآخرين، الجمعيات التي تقوم بمساعدة الآخرين مثل المعاقين، مثل المرضى، مثل الضعاف كبار السن، المسنين وغير ذلك. فالطالب أو الشاب في مرحلة الشباب يميل إلى الخدمة العامة ويميل إلى التطوع بشكل عام في المجالات المختلفة، وهذه خاصية من خصائص الشباب يجب أن نستثمرها في مساعدة الشباب على التكيف مع نفسه وعلى التكيف مع مجتمعه الذي يعيش فيه. هذه هي أهم اللي هي الخصائص الخاصة بالحاجات أو خاصة بالخصائص الاجتماعية للشباب. فلذلك في هذه المحاضرة نكون قد تكلمنا عن الخصائص العقلية لمرحلة الشباب، وتكلمنا عن الخصائص الاجتماعية لمرحلة الشباب، وإن شاء الله بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة سنتكلم عن الحاجات الأساسية للشباب. فإلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة، لكن مني كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.